طيب هقف لغاية هنا أو هقف عند الخبر ده وهكتفي بالكلام عن النادي الأهلي وعن يعني كرة القدم، لكن هروح لخبر حلو آخر وملف آخر، وهو تحديدا عن منتخب مصر للقوس والسهم. ده يعني الحمد لله قدر ان هو يضمن مقعدين للرجال والسيدات في أولمبياد باريس 2024، وده الملف الأبرز حاليا طبعا واللي يهمنا كلنا كمصريين. احنا الأولمبياد القادمة هنشارك فيها بأعداد قد ايه؟ ايه الرياضات اللي هي هتشارك فيها؟ طب يا جماعة احنا ضامنين كم ميدالية؟ كل ده احنا متابعينه مع حضراتكم من دلوقتي لغاية ان شاء الله بدء يعني أولمبياد باريس، وخطوه بخطوه كل ما بيتاهل بطل او بطله في رياضه مختلفه بنطلع حضراتكم عليها. احنا بنتكلم هنا خلاص هم تاهلوا من خلال المشاركه في كانت البطوله الافريقيه ال13 اللي كانت مقامه بتونس، وكنا بنتكلم وقتها تقريبا من 10 ايام مع ريهام سويلم عضو مجلس القوس والسهم كانت معانا على التليفون عن تحديات هذه البطوله، وقلنا احنا بنامل ان شاء الله في تاهل لاعبينا، والحمد لله يعني تم او هم كانوا قدها. وده بتأهل هنا بنتكلم تحديدا يوسف طلبة وشريف أشرف وبهاء علي للدور قبل النهائي في منافسات فردي الرجال للبطولة الإفريقية، وتأهلت رنا كامل وجنى علي للدور نصف النهائي أيضا لمنافسات هنا فردي السيدات. وفي نفس الوقت خلينا نقول برضه أنه هيخوض منتخب مصر النهاردة منافسات نهائي بقى فرق الرجال ونهائي فرق السيدات في البطولة الإفريقية، بالإضافة كمان لنصف نهائي المختلط رجال وسيدات. كل التوفيق ليهم يا رب، لكن لازم نقف هنا برضو شوية اللي احنا سعداء بيهم جدا. خلينا ناخد على التليفون لمزيد من التفاصيل الأستاذة ريهام سويلم عضو مجلس القوس والسهم، ونتعرف معها عن كمان الخطوات اللي جاية. أستاذة ريهام صباح الهنا طبعا في البداية، وخليني أبدأ أقول مبروك، ومحتاجة برضو أسمع من حضرتك والناس تسمع دلوقتي التحديات اللي واجهتكم تحديدا في البطولة. تفضل يا فندم. صباح الفل، ازيك اخبارك ايه؟ اهلا بيك طبعا، ومبروك علينا كلنا، ومبروك على مصر، لان اي طبعا تاهل من اي لاعب بيبقى طبعا بيمثل مصر في البطولات، والبطولات دي بتبقى صعبه جدا، البطولات المؤهله. ففعلا كنا بنتكلم وكنا قلنا ان احنا جبنا الارقام المؤهله، بس لسه ما تاهلناش رسمي لان البطوله لسه ما كانتش جت وقتها. الحمد لله البطوله الافريقيه دي بطوله صعبه جدا، بيشترك فيها 20 دوله، اكثر من 100 لاعب، فمنافسه شديده جدا. لما بنقول بطوله افريقيه طبعا مستوى افريقيا عالي جدا، في دول كتير قوي قوي زي تشاد، زي كوت ديفوار، زي جنوب افريقيا، زي كينيا. انا بتكلم على رجال وسيدات، لا في برضه زي ناميبيا، يعني تونس، الجزائر، دول كتير جدا جدا بتنافس على مستوى في مستويات عاليه. الحمد لله مصر قدرت ان هي توصل للفاينلز والنهائيات هذه البطوله بكله، كل اللي احنا اشتركنا فيه الحمد لله. رائع جدا. الحمد لله، لان فعلا انا عايزه اقول لك بس نقطه، يعني ابطالنا في منتخب رجال وسيدات احنا بنشترك في كل البطولات على قد ما بنقدر طبعا، سواء محليه او سواء دوليه بره، سواء كاس عالم كمان، بطولات ليها مراحل كاس العالم بنحاول نشترك فيها كلاعبين، بنحاول ان احنا نحتكي. لكن الاتحاد الدولي عنده كده ان هو بيتبنى لعيبه معينه بيبقوا بوتنشال يعني، وبيبقى القصه ان هم شايفين ان هو ممكن ده يبقى بطل اولمبي، فبيتبناه بسنه او سنتين، بيبقى ده مشروع بروجكت بتاع الاتحاد الدولي، بياخده من دولته وبيحطوا بقى في معسكر وبيسفروا وبيتولاه. فطبعا الناس دي بتحتك بكل الابطال العالميين، سواء اوروبا او سواء الار اي اللي هو اعلى ناس في اللعبه. فلما بيجي يلعبوا افريقيا الموضوع اكيد بيبقى اسهل من كاس عالم او ان هم يحتكوا مع ابطال عالميين اكتر. صحيح الحمد طبعا. الحمد لله احنا بنقابل دول على طول، يعني احنا دايما حظنا جنوب افريقيا وتشاد، وكان حتى في لاعب من السودان، يعني عايز اقول لك ان اكثر ولاعيبه من تونس ولاعبين من الجزائر، كل دور كانوا في حظنا احنا في القرعه. الحمد لله تغلبنا عليهم كلهم، هنقابل النهارده بعض مصر ومصر في الفاينل، فالحمد لله كده ضمننا ذهب وفضه، وهنقابل جنوب افريقيا اللي هو اللاعب رقم واحد اللي هو ضمن اللاعبين اللي تبناهم الاتحاد الدولي مع لاعبنا بهاء عمرو ان شاء الله باذن الله الفردي. فده بالنسبه لنا شيء جيد جدا، لاعبتنا عندها اصرار وعندها عزيمه، مركزه قوي قوي في البطوله دي الحمد لله.
ما رضيوش حتى يروحوا اي، بيعملوا لهم كده، بتعرف اللجنه المنظمه بتعمل كده ساعات رحلات ساعه او ساعتين يبقى بس بيرفهوا عنهم، لا قالوا لا هنقعد في الاوضه مش هننزل هنروح في حته، رائع. فمركزين جدا جدا. فالحمد لله كل ده عشان احنا عندنا هدف واحد، نجيب الذهب او نجيب الفضه ايا كان، المهم ان احنا نتاهل ونتاهل الحمد لله. كويس جدا، عشان كمان نتأهل ونستعد أكيد في معسكرات سواء داخلية أو خارجية. خلينا نطمن من حضرتك برضو شكل الاستعدادات بتاعتنا إن شاء الله لغاية لما نشارك بشكل رسمي في أولمبياد باريس هيكون عامل إزاي، يعني خلينا نعرف من حضرتك. طبعا عندنا أكثر من بطولة، عندنا كوريا في بطولة في كوريا، وعندنا بطولة في أنطاليا، وعندنا بطولة في المغرب، دول الثلاث بطولات الدولية والرسمية اللي الكل هيشترك فيها ويستعد لحد ما يسافر الاولمبياد. فان شاء الله باذن الله نكون موجودين في الثلاث بطولات، بس بقى السيزون الجديد ده يبقى 2024 كل البطولات المحليه، بس ان احنا بنفكر دايما ان احنا نحاول نعمل معسكرات احيانا قبل البطولات دي عشان ناخد على الجو ونحتك برضو بالابطال قبل ما نبتدي بطوله رسمي. فعلى قد ما نقدر ان احنا هنحاول باذن الله نكون في الثلاث بطولات ونعمل معسكرات باذن الله احتكاك خارجيه علشان يستعدوا جيدا. المعسكرات الخارجيه يعني خليني برضو اعرف من حضرتك هل بيبقى ليها تكلفه زياده موجوده بمعنى اصح ومنتهى الصراحه ولا لا؟ يعني الجاهزيه لكل الامور دي عشان ما يجيش بعد كده يتقال اصل احنا كان عندنا، مش بتكلم على حضرتك انا بتكلم في العموم، ما يبقاش في مشاكل حتى وان كانت ماديه يتقال احنا ما كانش عندنا من الامكانيات اللي تسمح ان احنا نعمل اعداد يعني قوي علشان بعد كده نضمن ميداليه او اتنين. هل في اي مشكله بتواجهكم حضراتكم دلوقتي علشان نقدر حتى الصوت يوصل لوزاره الشباب والرياضه او المعنيين بهذا الملف؟ بصي هو طبعا فيها تكلفه، فيها تكلفه كتير جدا جدا، ده اكيد لو عملت معسكر بعيد قبل البطوله بشويه انت يعني متخيله 5 ايام زياده بعدد البعثه كلها انا متخيله البادجت، بس هل البادجت دي موجوده ولا يعني خلينا نقول من خلال القناه هنا ومن خلال 10 الصبح في الاهلي حضرتك بتوجهي مثلا رساله لحد ان يكون في اهتمام بالملف ده؟ انا ليه بسال ده؟ القصه كلها ان احنا كاعلام او كحتى جماهير مصريه عايزين نطمن ان كل الابطال اللي هتشارك في اولمبياد باريس باذن الله سواء على مستوى الاولمبياد او البارالمبيكس جاهزين واخدوا كل الاستعدادات وعملوا المعسكرات المطلوبه ومفيش اي لاعب رايح عنده اي ازمه بيواجهها وكل حاجه متوفره علشان بعد كده ما يبقاش فيه اي مشكله اللاعب يقدر يقول اصل انا ما حصلش او الاتحاد يطلع يقول اصل انا كان عندي كذا وما اتحلتش. فاتمنى ان ده دلوقتي يتم قبل ما نوصل للمشاركه الرسميه، فعشان كده انا بسال كل شخص معني طبعا مع الرياضات المختلفه، عشان كده بسال حضرتك لو في اي حاجه ناقصاكم بليز قولي لنا دلوقتي عشان نقدر نوصل الصوت. لا هو بصي اكيد اكيد البادجت بتاعتنا احنا الفتره اللي فاتت يعني الدعم زاد كويس عن الاول. اوكي فطبعا ده حاجه كويسه جدا وبنشكر طبعا سياده الوزير اللي لسه عايزه اقول لك مكلم البعثه في تونس من نص ساعه وبيهنيهم في التليفون فرد فرد يعني، فطبعا هايل شكرا جزيلا. ولكن طبعا مهما اديتي دعم للاتحادات الفرديه عمرها ما هتكون زي الاتحادات صحيح الالعاب الفرديه، يعني مش هتكون زي الثانيه. لو احنا بالنسبه لنا كلعبه في العاب ثانيه تكون الاستعمال بتاع اللعبه نفسه مش محتاج قوي، زي ان احنا لعبه محتاجين فلوس كتير للاعب الواحد كده، الاسهم بقد كده صحيح التارجت نفسه، فاحنا لعبه محتاجين دعم كتير جدا. احنا مش هنقدر نطلب اكتر من كده لان انت عارفه مهما كان مش هيبقى ليكي في الاخر لمس، هيبقى اكتر صحيح ده على مستوى الحكومي، لكن انا اتمنى من الناس والشركات الوطنيه ورجال الاعمال وسيدات الاعمال الوطنيين ان هم يدعموا ابطالنا قبل الخوض في منافسات يعني باريس 2024 لان ده دورهم الوطني اعتقد بقى يعني اللي لازم نشوفه في الفتره دي، فعشان كده اتمنى يعني دي انا بضم صوتي كتير جدا، وانا كمان معاكي قلتها على الهوا كتير قوي قوي عندي برامجي في كل حته، يا جماعه احنا محتاجين رجال الاعمال يبصوا للابطال الالعاب الفرديه اللي بيجيبوا ميداليات وبيتالقوا سواء افريقيا سواء عربيا سواء صحيح. دوليا، طبعا دوليا رقم واحد، وفي الاخر ان احنا بنطلع مصر ليها كوتا ولد وبنت بس، يعني مهما جبت ذهب انا مش هطلع غير بولد واحد وبنت واحده. فهي القصه ان انت انا مش هديك تيم بحاله تدعمه، لا هو ولد واحد وهي بنت واحده. فعلا لو حضرتك تبنيت كرجل اعمال
واحنا لقينا سبونسرز كتيره جدا بره في كوريا وفي اوروبا. مش عايزه اقول لك كميه السبونسرز عاملين ايه صحيح بجد، يعني انا صحيح بقعد اتفرج كده بقول يا جماعه احنا محتاجين نغير الفكر شويه علشان بس يعني ابطالنا دول يبقوا اكتر من كده. هنلاقي عدد الميداليات تضاعف، بس المشكله ان احنا نغير الفكر الاستثماري شويه في صحيح ابطال ده صحيح مهم. متفق معاكي، كل التوفيق بإذن الله. وهقول مرة تانية مبروك ليكوا جدا، أشكرك جدا أستاذة ريهام سويلم عضو مجلس القوس والسهم، شكرا لك على هذه المداخلة.